مجدا للرب. حدا منكم شي مره تخيل انه الرب ابتسم؟ شي مره هيك تخيلتوا؟ انا هيك كان عندي احساس انه الرب عم بيبتسم ويشوف بناته قاعدين يرنموا له، بالذات احنا نقول له خذني في قرب قلبك، ترنيمه 10 جانا بتذكروا. فحقيقه لما احنا عم نقول له يا رب خذني بقرب قلبك، انا متاكد انه الرب كان يبتسم، نفسه كل واحد فينا تكون قرب قلبه. يسوع بحب يكون معنا، الله متعته يشوف ولاده يدوروا عليه وبدهم يكونوا بقربه. اقترب الى الله فيقترب اليكم، امين. فالرب معنا اليوم. اوكي، تعال ناخذ اول شيء شو كلمه الصلاه، شو معنى كلمه صلاه باللغه العربيه؟ كلمه سلام جاي من جذر صله، وصال، اتصال او تواصل. الصلاه هي عباره عن علاقه بين طرفين. الصلاة هي عبارة عن علاقة بين الإنسان والله، بين الله والإنسان. بالصلاة إحنا بنتكلم لله، بس كمان الله بيتكلم لنا. أمين؟ فالصلاة هي إشي رائع، هي من أروع الأشياء اللي موجودة على وجه الأرض، موجودة في العلاقة بين الله، بين الله والإنسان، بين الإنسان وخالقه. وإذا بنطلع على كلمة الرب بنشوف إنه الله بيقول لذاتي مع بني آدم. بأمثال لذة الله يكون مع بني آدم، فكيف بده يتواصل مع بني آدم؟ الطبيعة كلها بتخبر عن الله، لكن عشان نحكي مع الله كنا بحاجة لإشي، بحاجة لعلاقة، وهي الصلاة. أمين؟ تعرفوا لما الله بده يعد النفوس كيف بعدها؟ بعدش أكم من راس، ولا بعد أكم من شخص. الله بعد الركب، بعد الركب المنحنين. في بملوك 19-18 بقول أبقيت في إسرائيل 7,000 كل الركب التي لم تجثوا لبعل. ما قالش كل الرجال ولا كل النساء ولا كل اليهود ولا كل الأشخاص. الله بعد ركب. قديش منركع نقعد بمحضره؟ إحنا نحسب حسب ركبنا، حسب تواجدنا معه، حسب علاقتنا معه. يا ما ناس بقول عن حالهم مسيحيين بس هن مش بعلاقة مع الله. اللي بيميزنا إحنا المؤمنين مش بس إنه صرنا اسمنا بنروح على الكنيسة الإنجيلية، على كنيسة العهد الجديد، أو عند الأسيس جميل، أو عند الأسيس داود. اسمنا ناس إن عنا علاقة مع الله، علاقتنا مع الله هي بركبنا المنحني. مش عم بحكي عن إنك تركعي، كمان لو قاعدة على كرسي بتصلي أنت منحني في قلبك. أمين؟ فالله بحسبنا بحسب علاقتنا معه. أمين. تعالوا نشوف بلوك 11:1. بلوك 11:1 والكتاب المقدس: وإذ كان يصلي في موضع، لما فرغ قال أحد واحد من تلاميذه: يا رب علمنا أن نصلي كما علم يوحنا أيضا تلاميذه. يسوع كان قدوة، تلاميذ كانوا يشوفوا يسوع قبل ما يطلع الخدمة يروح يصلي، بعد ما يخلص من الخدمة يتركه ويروح يصلي. كان يسوع يختلي، يأخذ خلو ويبتعد عن تلاميذه. كان يسوع يقعد يصلي. يسوع يا سناء كان قدوة يقتدى بها. كان عند التلميذ هذا اللي اجى عند يسوع، هو تلميذ يهودي، عنده الفريسيين، عنده الكهنة، تعلم كيف يصلي، عمل بار ميتسفا لما كان جيل 12 سنة. كان بحاجة حدا يعلمه انه يصلي، لكن شاف الصلاة في حياة يسوع شيء مميز. التلميذ هذا حس انه يسوع عنده شيء مميز في علاقته مع الله، فاجى عنده قال له علمني، علمنا أن نصلي. يسوع أول ما قال له، نكمل العدد اللي بعده، لما يسوع سمع طلبة الرجل هذا قال له: متى صليتم؟ فقولوا: أبانا الذي في السماوات. أبانا الذي في السماوات. أنا مش رح أقرأ كل الصلاة الربانية، بس نطلع على الجملة الأولى اللي قال إياها. قال له: قل له أبانا، قل له يابا. كتير ناس منا علاقتهم مع أبوهم أو مع أمياتهم، مع أهليهم الجسديين، هي مش علاقة هالقد مثالية. فلو تيجي تقول له أبوه يمكن ما يفهمش قيمة هاي الكلمة. يمكن لو علاقته مع أبوه كتير حساسة، شو يعني يقول له أبوي؟ مش راح يحس بقيمتها. كتير مرات إحنا كأباء إحنا مش قدوة لأولادنا، لكن خلونا نتطلع حقيقة إيش الله بيقصد. أنا لما بشغلي، لما كنت أشوف أميات مع أولادهم، كثير مرات كان يكلمني الله من خلال علاقة بين الأم والطفل تبعها.
إذا بتعرفوا كل معظمكم أميات وبتعرفوا الأولاد من جيل 6 أشهر وفوق بيبدوا يميزوا يقدروا يعرفوا الشخص القريب لإلهم، فبتلاقيه لما يشوف أمه بتفاعل معها وبتجاوب لوجودها أكثر من إنسان غريب. وبتذكر بجيل 6 أشهر 7 أشهر لما الطفل يجي لعندي أطلع بعينيه زي في بعينيه نوع من الحب. أنا كنت أقول زي الولد عشقان أمه، في حب في لهفة كأنه فيش حدا غير هالأم قدامه، والأم كانت تجي ترد رد فعلها للولد يعني تقوله كأنه فيش بهالدنيا كلها أي إشي غير هذا الطفل. شي مرة حسيتوا هاي كأميات؟ قد هذا الشعور رائع. أنا بفكر إنه الله كان قصده للبشرية تكون علاقة الحب هاي موجودة عن طفل ابن 6 أشهر. هذا الحب اللي هو في تعلق فيه، أنا باخد منك وأنت بتاخد مني. الله كان له قصد في علاقتنا في العلاقة تبعت الأب الإنسان وابنه حتى يكون قدوة ومثال للعلاقة بين الله والإنسان، لكن الخطية شوهت للأسف شوهت كتير. فالرب لما نيجي نقول له أبانا قصده يرجعنا للعلاقة الأصيلة اللي كان بده إياها بيننا وبينه، العلاقة اللي كان بده إياها تكون بين الإنسان وابنه. فلما نيجي نقول له يا رب أو نيجي نصلي للرب نقول له أبانا الذي في السماوات، تعال نروح لإله بالروح وبالقلب اللي بقول له أبانا اللي فيه حب، أبانا المحب، أبانا المعطاء، الأب اللي هو بكل شيء لإلنا. أمين؟ فلما قال له أبانا الذي في السماوات قال له يعني أنت كل شيء لي، أنا جاي لإلك. يسوع كان يصلي في كل محل، كان ما كانش عنده محل معين يروح يصلي، بكل محل كان يتواجد فيه كان يصلي. مظبوط في الكتاب المقدس بقول وإذا صليت قال ادخل إلى مخدعك واغلق بابك. صح، الرب بده إيانا يكون عندنا محل مميز اللي احنا دائما نكون بشركة معه. بس تعرفوا شو؟ الصلاة بتنفع بكل محل في كل وقت، إن كنا سايقين بالسيارة ولا كنا في الشغل وأخذنا هيك فترة لحظة هيك نكون لحالنا فيه، الله موجود في كل مكان وإحنا بنقدر نصلي في كل مكان وفي كل وضع، وإحنا نايمين وإحنا واقفين وإحنا قاعدين وإحنا راكعين، الله بده يكون بشركة معنا. فبدناش نحط حالنا بمحل ولا بمكان معين، الله بده إيانا نكون بشركة معه كل الوقت. لما نصلي ايش لازم نعمل؟ انا كثير بشجع الخيات لما اعلم عن الصلاه انه نبدا نشكر الرب. كثير مرات احنا بنيجي للرب بقلب يطلب يا رب اعمل، اكيد لا بدنا نروح غير له، احنا بدنا الرب يعمل. بس انا بدي اشجعكم تبدوا لما تصلوا تشكروا الرب. انا رحت مره عند اخت، يعني كانت هالاخت في اكتئاب كثير عميق عن جد، ظروفها كثير صعبه، طلعوها من الشغل وفي شيء شغل ثاني منطيها يعني قابلها بالشغل، وضعها المادي كتير صعب، نفسيتها كتير تعبانة، علاقتها مع بعض الناس حواليها كتير تعبانة. وكيف ما أحكي معها مسكرة بالآخر هيك، بعد ما عدت شيء هيك ربع ساعة أسمعها بس عم تتزمر وعم تتألم وعم بتشاركني بوجعها، قلت لها أختي قولي لي في شيء تشكر الرب لأجله؟ الغريب إنك أخذها وقت تتفكر إيش تشكر الرب لأجله، فقررت أساعدها قلت لها بتشكر الرب من أجل أولادك؟ قالت لي بشكر الرب لأجل أولادي. بتشكر الرب لأجل جوزك إنه موجود معك وبدعمك وواقف معك وبسندك؟ قالت لي بشكر الرب. بتشكر الرب لأنه عندك بيت؟ في كتير ناس فيش عنده بيوت، تقول لي بشكر الرب. بتشكر الرب لأنه عندك أكل وعندك هواء تتنفسي، وبدينا نعد أشياء ونطلع حوالينا بالبيت عنده نشكر الرب لأجله. هيك خلال أكمل جملة بديت البسمة تطلع وجهها وبدأ عينيها تبرق من أول جديد، وصلت بحرارة وقالت له أشكرك يا رب لأنك أعطيتني كتير. كتير منيح نيجي ونشكر الرب، عنا كتير إيش نشكر الرب لأجله. تطلعيش بس على الظروف الصعبة وعلى الأشياء اللي مش ضابطة معك، يعني دافكة بالذات لما الظروف صعبة روح للأشياء اللي منيحة وأشكر الرب لأجلها. لما نتعلم نشكر تفكيرنا بتحول لتفكير إيجابي.